انت ما بقى لي والو، ها كلشي تحرق ليا. فين الناس انا ولادي؟ انا دار انا شي حانوت هذا كيجي يخدم ويمشي بحالو. جيت لهنا لقيت العافيه، دخلت انا طفيت اربعه د البوطات نظرا كاين الوقايه المدنيه، ما عرفتش بان كاين عندنا في قلب الدار هنا اربعه د البوطات. دخلت سديت يلاه سديت وخرجت حرقت يديا بجوج بيهم، ما لقيت مدن. نتوما كيما كتشوفوا فين غنمشي انا وليداتي؟ ما كاين لا مطارات ما يلاه حلوهم. القطاع ديالنا واكل العصا كالسياحه. انا عايش في مراكش، جيت مات الوالده، جيت تاويت في هاد البلاد وسكت وحمدت الله على الصحيحه والسلامه. انا بربعه د الوليدات فين غنمشي؟ كنطلب من امومتي الامير المؤمنين يشوف من حالي انا الاول. انا اليوم باللي ما عنديش في الناس انا وليداتي، وما تمشي حتى عند شي واحد حيت ما كيهز الحياه غير الحياه. خويا كنا على هدى من الله، حوانتنا جالسين تسمعنا العافيه. شالت العافيه بزاف، شالت العافيه. عيطنا الرجال المطافئ، رجال المطافئ تعطلوا علينا بزاف. الحرق وصل على الناس على الراس ديال الاول ديال الرصيف. عينا من عيوم يطفوا الناس ضاعت حوانتها، كان اللي تضاعف في رزقه، كان اللي تضاعف في البيبان ديالو، وما خسائر مادية بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.